كما ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الكاتب والمحلل السياسي ضرار الفلاسي. مساء الخير أستاذ ضرار، بعد استماعك للتسجيل الصوتي، في اعتقادك لماذا مثل هذا التنسيق بين رئيس وزراء دولة من المفترض أنها شقيقة مع محكوم في قضايا إرهابية يسعى لقلب نظام الحكم في البحرين؟ مساء الخير، وحييك وحيي أهلنا في البحرين. في البداية يعني هذا يدل ويثبت يوم بعد يوم مدى تدخل قطر في شؤون الدول الأخرى خاصة البحرين. يعني وأنا أحيي مرة ثانية مثل ما قال محمد الحمادي، أحيي البحرين على قدرته على التحمل والصبر واتباع الإجراءات القانونية لهذا. هذا يثبت أن حمد بن جاسم هو عراب الفوضى الخلاقة أو الفوضى المدمرة. يعني هو ليست فوضى خلاقة، خلاقة شيء جيد يعني، ولكن هي فوضى مدمرة في المنطقة. الآن بدأت الصورة تتضح. يعني في بداية القطعة كان هناك من بعض الأشخاص كانوا مترددين، ولكن الآن يوم بعد أن يوم بدأت الصورة تتضح. الوضع أصبح واضح وضوح يعني الشمس، مدى تدخل قطر، مدى كانت النية لتخريب المنطقة. أنا اللي أقدر أقوله شيء واحد، كم في أعناق النظام القطري، كم في أعناقهم من الذين قتلوا والذين يتموا والذين هجروا بسبب هذه الفوضى وبسبب هذا الجنون الذي يعني يصعب التكهن به. يعني أنت جارك وأخ وفي صلة قرابة وهو يطعنك في ظهرك، وما زال يطعن ومصر على الطعن بالرغم من المحاولات للثنأ عن هذه الأمور الخطيرة التي يرتكبونها. ولكن لا أعرف إلى متى ستصحى قطر والنظام القطري من العنجهية التي يمارسونها والمغالاة في هذه الفوضى الذين يعملون على خلقها في الوطن العربي. نعم يا جماعة، لو ركزوا فقط من 2010 إلى 2016 صار في ما يقارب فوق 60 مليار. لو 10% من هذه اللي صرفوهم على البنية التحتية في قطر كان تحولت قطر إلى جنة، بدل من الدمار الياسين يدمرون المجتمع فيه، دمروا الناس، كم من الناس راحوا على هاي الفوضى. نعم. نحن والحمد لله شيوخنا والملك في البحرين يعملون على خطة لرفع مستوى المعيشة لدى الإنسان والعمل على تطوير أفراد المجتمع وليس على تدمير المجتمع. نعم. الدمار الذي خلنا ناخذ على سبيل المثال الدمار الذي حدث في سوريا، على الأقل يحتاج له 20 سنة إلى يعني ما تبتدئ سوريا. أو أفضل مثال مصر، شوف مصر. نعم. عانت الأمرين من الخراب اللي عاثوا في مصر فيه. نعم. والآن ما زالت تعاني مصر من الإرهابيين والإجرام، وما زالت قطر تعاند وتكابر وتستمر في غيها. يعني نعم. هاي استضرار. نعم. المشكلة انهم طبعا يكشف هذا التسجيل مشروعا قطريا متكامل الاركان لقلب نظام الحكم في البحرين. يعني برايك ما هو تاثير مثل هذا المشروع على امن واستقرار المنطقه؟ هذا واضح. يعني انا قلت لك في البدايه انا حي البحرين على طول بالها بالعاميه يعني على. نعم. وحي الملك جلاله الملك على قدرته على وولي العهد على يعني تمالك أعصابهم. يعني هذا إنسان يالس نظام يالس يعمل على زعزعة على الانقلاب على النظام اللي أنت نحن عايشين فيه من سنين. وهذا فالقدرة على يعني تدارك الأمر، والحمد لله كل محاولاتهم باءت بالفشل وستبوء بالفشل، ومصيرهم شاءوا أم أبوا، ها أنا أعيدها مرة ثانية، شاءوا أم أبوا سيركعون وينفذون المطالب. لأن لا مجال يوما بعد يوم قطر تخسر سمعتها، تخسرها قطر. مشكلتهم القطريين أنهم الغلو، وأن نحن عندنا الفلوس وعندنا المال
ولا يهمنا شيء. الغاز والحديث الذي هنا أستاذ لديكم ضرار طبعا عن النظام القطري الذي شيئا يمارس ضخم. سياسات هدامة وليس الشعب القطري الشقيق. من دبي الكاتب والمحلل السياسي ضرار الفلاسي، شكرا جزيلا لك.